يقدم لكم قسم المكفوفين إعلان هام إعلان هام إعلان هام إعلان هام إعلان هام. السلام عليكم ورحمة الله سيد أمير. يا أهلا وسهلا بالسيد، حياك الله. شلون أخوي؟ حياك الله سيدنا، الله يبارك فيك. إن شاء الله حياك. وين شنو السالفة؟ كم ما عندك رصيد؟ ما عندك رصيد أخوي؟ شو أسوي؟ أعبي بهالرصيد ويخلص، ما يبقى أسبوع تقريبا هذا بالخمسة ويخلص. سيدنا أنت إيش قد تصرف كرتات بالشهر؟ يعني كمعدل تقريبا 10,000، أكثر من 10,000. لا يا فقط سيد، والله أنت مقصر. سيدنا أكو خدمة مميزة ومدعومة من أحد شركات الاتصالات، وهي شركة كورك. سيدنا يا الله، سيدنا يا الله يا الله، إن شاء الله خير. تفضل سيدنا. سيدنا صار تنسيق، والأخوة هناك بالمحافظات نسقونا، الأخوة من سماوة من البصرة، والأخوة في بغداد أيضا هم سحبوا من عندهن، وإخواننا المكوفين تقريبا أغلبيتهم خذوا من هذه الخطوط. سيد إيش عجب ما تدري بيها؟ عجيب، لا ما أدري، يعني حقيقة ما عندي معلومة. زين شنو مواصفات هاي الخط؟ شنو مواصفات هاي الخدمة؟ سيدنا هذا الخط يعطيك جيكتيان انترنت، كلش حلو سيدنا، ويعطيك 50 رسالة و 50 دقيقة للشركات الباقية. اها، ويعطيك 4500 دقيقة بالشهر كامل من شركة من كورك على كورك. حلو حلو، ويعطيك طبعا هذه الخدمات كلها ب 6000 دينار. سيد معقولة يا سيد أمير؟ معقولة 6000 دينار؟ يجيك الخط سيدنا مفعل شهري وبسعر 7.25. عجيب، يعني هاي كل هاي الفترة صار لي ما أدري بيها وكذا. زين سيد، واكو عرض ثاني. منو هذا العرض؟ سيدنا هذا عرض ب10,000 دينار، أنا سيد أقول لك عليه. شوف سيدنا، هذا ب10,000 دينار يعطيك جيكتين ونص إنترنت، زين، ويعطيك 6,000 دقيقة بين شركة كورك. حلو، داخل شركة كورك، ويعطيك 1,000 رسالة داخل شركة كورك. كل جيد، زائدا 100 دقيقة و100 رسالة للشبكات الباقية. حلو حلو، كلش حلو حلو. زين هذا شلون اقدر، شلون احصل عليه؟ سيدنا شلون هذا تريد الخط؟ سيدنا تريد الخط، عم نسجل اسمك. زين، مؤسسة التمارة الخيرية قسم المكوفين بمحافظة النجف الاشرف. سيدنا اذا تريد هذا الخط ان شاء الله. اريده. زين اقدر يصير مثلا انا يعني اخويا هاي اقدر اخذ له خط؟ سيدنا هذا طبعا كل مكفوف له حق ياخذ 3 خطوط. زين سيدنا، وموظفين زائد موظفين الدولة يجيب هوية انتماء او هوية اللي يتاكد الانتماء دائرته، فله حق ياخذ خط. اها، والشركة جدا متعاونة طبعا سيد. اها كل شيء. سيدنا اذا تريد هذا الخط اليك وكل الاخوان اخواننا، انه تبلغهم انه الخميس بدار الضيافة مع المزار الصحابي الجليل ميثم بن يحيى التمار رضوان الله عليه سيدنا، وتجي بالساعة بالتسعة او 9:30 الصبح سيدنا، وتبلغ اخواننا المكفوفين كلهم. وها سيدنا، هذا مو بس النجف، اكو الاخوة المحافظات اللي قريبة على النجف اللي يقربون يجون هم خلي يجون سيد، ماكو مشكلة. اها، واللي ما يقدر يحضر او اخواتنا البنات بامكانهم يودون اخوهم او والدهم، ما عندهم اي مشكلة للشركة. اها نعم سيد. يعني اذا هذا شلون نقول، سجل اسمي سيد امير يمك ان شاء الله، وانا ان شاء الله اول واحد راح اشتري وابلغ الاخوة ان شاء الله، وكون ما انسى عنوان دار الضيافه. هذا اقول لك يم محكمه الكوفه، مو هذا يكون قرب محكمه الكوفه سيدنا. اها، قبال مزار بس كلهم فندق سلسبيل القديم. اها، شكرا لك سيدنا، جزاك الله خير جزاء على هاي المعلومه. اي وعلى خويه، تواصل انت، تواصل ويانا يعني سيدنا على صفحه النبراس. صحيح، دائما احنا ننشر، دائما ننشر الاخبار اللي تهم الاخوان المكوفين محافظه النجف. اها خير ان شاء الله، انا اتمنى لكم الموفقيه ان شاء الله بعملكم، ويبارك لكم ان شاء الله. حقيقه انا ما تدري قد فرحتني بهذا العرض وهاي الخدمه من شركه كورك. ربي يحفظك ويبارك فيك سيدنا، ونشكر اخواننا اللي نسقونا بالمحافظات سيدنا، هم ما ننسى جهودهم. اكيد طبعا، الله يوفقكم ان شاء الله سيدنا، حياك الله.